السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من تقرير لموقع الهيئة نت حول مأساة الموصل المستمرة، فما تزال آثار الخراب والدمار الذي لحق بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق واضحة حتى الآن على معظم أحياء المدينة ومناطقها، سواء على مستوى المنازل والمباني السكنية أو البنى التحتية. ذكرت تقارير محلية وجود تنصل حكومي من عمليات الإعمار رغم الوعود التي أطلقتها بإعادة بناء المدينة ومنح السكان مبالغ تعويضية عن منازلهم التي تعرضت للتدمير جراء العمليات العسكرية التي شنتها بدعم من التحالف الدولي. وعندها تدخل الميليشيات في الجانب الاقتصادي وممارسة التجارة والدخول في مزادات عبر صفقات سياسية مشبوهة تعقدها مع شخصيات من المحافظة تتمتع بنفوذ كبير، خاصة وأن نينوى تعد سوقا مفتوحا على المحافظات العراقية، إلى تمكنها من السيطرة على عمليات التجارة فيها. وأكدت التقارير أن مدينة الموصل تحولت بعد سنة 2017 إلى معسكر للفصائل المسلحة والجهات الحزبية والمتنفذة في حكومة بغداد والمنحدرة من محافظات أخرى، والتي باتت تفرض إرادتها السياسية والأمنية بالإضافة إلى شروط قاسية مقابل عمل التجار والمستثمرين وأخذ الأتاوات منهم مقابل مزاولة أعمالهم. وذكر ناشطون محليون أن الخراب ما يزال يمثل علامة من علامات الموصل، وأن أجزاء منها لم تشهد أي عمليات تأهيل وتعمير، وتحديدا في أحياء الجانب الأيمن من المدينة وهي مهملة بشكل كبير، مضيفا أن الزيارات التي يبادر بها مسؤولون وشخصيات حكومية لا تعبر عن حالة الاهتمام التي يطالب بها الأهالي، بل هي شكل من أشكال الاستعراض الإعلامي، والتي لا تترك أي آثار أو قرارات إيجابية وواقعية تنعكس على حياة المواطنين. وأقر محافظ نينوى نجم الجبوري بأن حجم الدمار الذي تعرضت له نينوى كان كبيرا جدا، إذ أن جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس بالإضافة إلى مطاري الموصل والقيارة والجسور ومرافق الحياة تعرضت للدمار الكبير. ونقل تقرير الهيئة نت عن صحيفة نوفال أوبزرفاتور الفرنسية أن عمليات الاختلاس والسرقات في الأموال التي كانت مقدمة لإعادة إعمار المدينة وتعويض المواطنين دفعت المجتمع الدولي إلى ثنيه عن الاستمرار في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وهو ما خيب آمال السكان الذين عانوا من أزمات صعبة للغاية. دمرت الضربات المدفعية والقصف الصاروخي الذي طال المدينة نحو 80% من البنى التحتية وأحياء كاملة قبل اقتحامها، فيما تواصل مديرية الدفاع المدني الكشف عن مقابر جماعية جديدة وهياكل عظمية تعود لأطفال وكبار منتشرة تحت أنقاض المنازل المدمرة. ولم تكتفي الميليشيات بالسيطرة على المدينة ومقدراتها، بل تجاوز ذلك إلى الترويج للمواد المخدرة بين المواطنين، إذ أكدت تقارير خاصة بشأن انتشار المخدرات أن الميليشيات أحدثت شبكة من المجندين ومنحتهم التسهيلات الأمنية اللازمة لإدخالها وبيعها للمواطنين وتحقيق إيرادات كبيرة منها. ولفت التقرير إلى أن تجارة المواد المخدرة مع ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كشفها عن صلتها بالميليشيات الموالية لإيران بشكل متعمد حول المحافظة إلى بؤرة لنشاط عمليات التهريب من سوريا والترويج لها في الداخل، والتي تتم بشكل علني. ويواجه المواطنون مشكلات كبيرة في ممارسة حياتهم اليومية بسبب سيطرة الفصائل الموالية لطهران عليها، والتي ترفض الخروج منها بعد أن هيمنت على الخطوط الحيوية المرتبطة بحياة أهل المدينة وعلى المشاريع التنموية والعمرانية والتجارية، فيما تسعى للترويج لمشاريعها السياسية وفق مصادر صحفية. يتساءل الكاتب أحمد صبري في مقال نشره، هل تصمد الصحافة أمام تغول العالم الرقمي كما فعل الراديو مع التلفزيون؟
ويضيف الكاتب: رغم مرور نحو 19 عاما على غزو العراق واحتلاله، ما زالت التجربة الصحفية تعاني من أمراض الاحتلال ومشروعه، فاحتكار الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام حولها إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى وتوجه بما تسعى إليه الأحزاب وحيتان الفساد، ما أضاع دورها الرقابي في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام وتعبئة الجمهور في مواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع، لا سيما البطالة والفساد والمخدرات والعنف الطائفي، وهو ما انعكس سلبا على مزاج الجمهور واهتماماته. هناك حقبتان مختلفتان شهدتها الصحافة العراقية من حيث المهام والدور والوسائل. فالحقبة التي سبقت الاحتلال كانت وسائل الإعلام فيها مركزية ولها مهام التعبئة لمواجهة الأخطار التي كانت تحدق بالعراق، لا سيما مخاطر استمرار الحصار وإبراز مخاطر التهديدات التي كانت تواجه العراق ومستقبله. وصحيح أن سقف الحريات في الحقبة الأولى كان محدودا، والسبب يعود إلى أن الصحافة كانت حكومية وممولة من الدولة، إلا أنها طلعت بدور وطني دفاعا عن العراق ومستقبله. أما حقبة ما بعد الاحتلال فإنها تختلف رغم تمتعها بسقف الحريات والانفتاح، فتحولت هذه الحقبة إلى سوق لعرض البضاعة من أي مكان ويشتريها أي إنسان، فحولها المال السياسي إلى صحافة استرزاق غابت عنها المعايير المهنية، وداهنت مشروع الاحتلال وأدواته واستدارت عن الفاسدين من خلال شراء الذمم وتمويل مشاريع إعلامية. ومع هذه الصورة فإن هناك صحفيون وطنيون رفضوا كل هذه الإغراءات وتمسكوا برسالتهم الوطنية وواجهوا الموت والاعتقال والتهديد والتهجير. وشهدت هذه الحقبة صدور أكثر من 50 صحيفة ومجلة بشكل عشوائي. يقول الكاتب أسامة أبو أرشيد: يحرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على التمايز عن سلفه دونالد ترامب في كل شيء إلا في التواطؤ مع إسرائيل والاستمرار في تقديم الدعم غير المحدود لعدوانها وانتهاكاتها المستمرة للقيم الإنسانية والقانون الدولي. فعند وصوله إلى تل أبيب الأربعاء الماضي أعلن أن العلاقة بين الشعبين الإسرائيلي والأمريكي عميقة للغاية. يتغافل بايدن هنا عن سياسات إسرائيل الإجرامية بحق الفلسطينيين من قتل وعنف واعتقال وتهجير وتطهير عرقي وحصار وبناء مستوطنات سرطانية على أراضيهم، كما أنه يتجاهل وعده الموؤود الذي خدع به العالم وعشرات الملايين من الأمريكيين الذين انتخبوه بأنه سيعيد سلطة أمريكا الأخلاقية، هذا إذا وافقنا طبعاً أن عندها علواً أخلاقياً أساساً. ليس هذا فحسب، بل نجده لا يخجل وهو يتحدث عن سعي إدارته إلى تحصين جرائم إسرائيل وانتهاكاتها عبر دمجها في المنطقة اقتصادياً وعسكرياً. خلال زيارته حصلت تل أبيب على وعود بمزيد من الدعمين العسكري والاقتصادي والشراكة التكنولوجية، فضلاً طبعاً عن جعلها قطب الريحة في المنطقة لحلف مدنس بين طغاة ومجرمين على حساب الشعوب المقهورة تحت لافتة التصدي لإيران. أما الفلسطينيون فتكفيهم عبارات فارغة عن تمسك إدارته بحل الدولتين، ولكن من دون توقع أي جهد منها في سبيل تحقيق ذلك، فحسب اعتراف مسؤول أمريكي رفيع هذا أمر بعيد المنال وعسير التحقيق. وللموضوعية، سيحصل الفلسطينيون على بعض المساعدات الإنسانية من واشنطن، كما أن الإسرائيليين تمننوا عليهم وأجلوا الإعلان عن مشاريع استيطانية واسعة ستلتهم مزيدا من أراضيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى ما بعد مغادرة بايدن المنطقة. الكارثة هي في تواطؤ القيادة الفلسطينية الرسمية في كل ما يجري. هناك كثير يمكن قوله عن ابتذال بعض الأطراف العربية في تراميها عند أقدام إسرائيل رغم معرفتهم يقينا أنها لا تريد بهم خيرا، فما يعني هذه الأخيرة مصالحها هي فقط. وللأسف تنساق تلك الأطراف العربية ببلاه وسخف كي تكون الدرع التي ستتلقى الضربات عن إسرائيل تحت ذريعة تحالف أمني إقليمي ضد إيران. وهم لا يكتفون بذلك، بل تراهم لا يمانعون أن يسلموا زمام اقتصاداتهم للدولة العبرية، وتجدهم يتحدثون بكل دونية عن الابتكار والإبداع للإسرائيليين. وهذا مفهوم
إن اعترفوا أيضا بأنهم هم من دمروا بلادهم وأدوا عقول شعوبهم وأمكاناتها. ما يعني هؤلاء هو استرضاء السيد الأمريكي، وهم لا يرون سبيلا لذلك إلا عن طريق كسب قلب تل أبيب. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا للصحفية شيرا روبين، قالت فيه إن زيارة رئيس جو بايدن بيت لحم وعقد اجتماع قصير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تذكير من إدارته بأن قضية الشعب الفلسطيني لم تعد تعني واشنطن. وأوضحت أن لقاء بايدن بعباس يؤكد إحباط الفلسطينيين من التغيير، لا سيما مع وجود جيل كامل مشلول سياسيا بسبب الرئيس الذي لا يتمتع بالشعبية، والبالغ من العمر 86 عاما الذي مدد فترة ولايته من 4 سنوات إلى 17 عاما بفضل الانتخابات الملغى. إن الفلسطينيين لم يعرفوا أبدا عملية السلام، ولم يشاركوا مطلقا في الانتخابات الفلسطينية، ورأوا القضية الفلسطينية مهمشة. ومن ثم فإن الزيارة هي تذكير صريح بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بدعم قضيتهم، وفي حين أن زيارة بايدن ستحتفل بالاندماج الإسرائيلي المتزايد في المنطقة، يجد الفلسطينيون أن وضعهم الخاص يزداد سوءا بشكل مضطرد، حيث يحكمهم ما يرون أنها حكومة استبدادية أكثر انسجاما مع احتياجات إسرائيل من احتياجاتهم. وقال فادي قرعان 34 عاما المحلل السياسي من البيرة في الضفة الغربية إن زيارة بايدن تضفي الشرعية رسميا على الممارسات الاستبدادية في السلطة الفلسطينية التي وصفها بصورة محسنة للعمتوم ما بعد الحداثة الذي يقوم على خدمة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي. وأعادت إدارة بايدن 500 مليون دولار من المساعدات المالية للفلسطينيين التي قطعها الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن الفلسطينيين يستحقون مقياس الحرية والأمن والازدهار ذاته الذي يتمتع به الإسرائيليون، لكن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي يعانون من محدودية حرية الحركة، وهناك 100,000 فقط من بين أكثر من 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤهلون للحصول على تصاريح لعبور الجدار الفاصل الشاهق في إسرائيل لزيارة الأسرة أو العمل في إسرائيل، وعادة في أعمال مثل البناء أو خدمات الطعام. وقال ديمتري تيلياري العضو البارز في حركة فتح ويدعم تيارا مناهضا لعباس في الحركة إن طلب المساعدة المالية جاء على الأرجح من إسرائيل التي ترى استقرار الاقتصاد الفلسطيني كجزء من استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب. وحول زيارة بايدن والأخطار القومية الكبرى في المنطقة العربية، يقول الكاتب علي محمد فخرو في مقال نشره موقع عربي 21، ستنتهي جولة ومهمة الرئيس الأمريكي فيما يسمونه الشرق الأوسط خلال بضعة أيام، وعلى الأغلب فإننا سنجني في النهاية 4 فواجع كبرى ستقلب المشهد العربي برمته رأسا على عقب. أولها بحسب الكاتب إذا اتفق على تكوين الحلف الشرق أوسطي الذي سيضم دولا عربية والكيان الصهيوني وبالطبع جوانب كثيرة من الوجود العسكري الأمريكي، فقل على مجلس التعاون الخليجي السلام، وسينطبق الأمر نفسه بكل تفاصيله ومفاجآته ومؤامراته وجنون القابلين بالدخول في لعبته الأمريكية الصهيونية، سينطبق على الجامعة العربية، فالشيء الطبيعي عند ذاك هو موت الجامعة العربية ومعها حلم السوق العربي المشترك ومعهما حلم مشاريع الدفاع العربي المشترك والصناعة الحربية العربية المشتركة. تدخل الثقافة العربية والفكر القومي العربي والتاريخ العربي والأدب التعاطفي التناغمي المساند لقضية فلسطين وشعبها العربي، ستدخل تلك الثقافة في نفق مظلم وإملاءات شيطانية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وذلك من أجل حذف هذا ونسيان ذاك وعدم استعمال هذا التعبير أو ذاك لتجنب كذبة ومهزلة بعادات السامية. وكم من الكتاب والمؤرخين العرب ستمنع كتبهم من التداول وسيدخلون في قائمة الهولوكوست الصهيوني وهو يخيط ويبيط في ساحات ثقافة وأدب وتاريخ وفنون العرب. ستجد العديد من الدول العربية نفسها بفضل الضغوط الأمريكية الهائلة منخرطة في تعقيدات ومخاطر الصراع الأمريكي الروسي في أوكرانيا،
وفي المنافسات التجارية العبثية الأمريكية الصينية. والحل؟ الحل في إيقاظ جديد لموضوع الوحدة العربية لكي تقف في وجه هذه المؤامرة الكبرى، وهي ما ستكون مادة العديد من المقالات المقبلة بعد أن أصبح غيابها مدخلاً لكل الفواجع التي نعيشها في كل أرض العرب، ومنفذاً لكل شياطين الغرب الاستعماري الصهيوني وأعوانه في الداخل من الضائعين المخدوعين. تجذب مقاطعة تيرول النمساوية الجميلة العديد من الزوار المحليين والأجانب على حد سواء، مع إطلالات خلابة على البحيرات والوديان والمناظر الطبيعية لجبال الألب. وتقع المقاطعة بين شمال إيطاليا وغرب النمسا، تحدها أيضا ألمانيا من الشمال. أهم ما تشتهر به هذه المقاطعة هو احتضانها لخمسمائة قمة جبلية ترتفع أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. تتوزع هذه القمم المتلألئة والسلاسل الجبلية المذهلة بمناظرها الطبيعية على 5 مناطق رئيسة في تيرول، ويبلغ عدد سكان تيرول أكثر من 700,000 نسمة، وأكثر من ربع مساحة المقاطعة تعد محمية طبيعية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. ومع هذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.